السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إخواني من جديد. فيديو اليوم نتكلم فيه إعادة طلب القناة للمراجعة مرة ثانية، يعني بعد ما دفعنا القناة للمراجعة أو دفعتم أنتم القناة للمراجعة والقناة ما تقبلاتش بسبب محتوى مكرر. يعني كيفاش محتوى مكرر؟ مثلا أنا عملت واحد الفيديو ديال 10 ساعات أو 5 ساعات نزلته في القناة ديالي وما عارفش، وخدمت لهذاك الفيديو السوايع ودفعت القناة ديالي المراجعة، وكنت فاجئ بأن القناة ديالك يعني دارت واحد المخالفة وما تحققش واحد الربح أو ما تنضمش شركاء ديال اليوتيوب. إذا بعد ما أنتم نزلتوا واحد الفيديو وخدمتوا عليه وجمعتوا السوايع ودفعتوا القناة المراجعة، ولكن كتفاجئوا بأن القناة ديالكم ما صافي ما تقبلش فيها مشكل. إذا شنو هو الحل؟ الحل كيف ما شرحنا لكم في الفيديو يعني السابق، يعني انت راك عارف الفيديو اللي نزلتيه من اليوتيوب وعملتيه في القناه ديالك وخدمتي عليه السوايع، هذاك الفيديو يعني ضروري خصك تحيده لانه ماشي ديالك. الفيديو ماشي ديالك راه ضروري يعني غتوقع واحد المشكل. اذا بعد ما انت حذفتي داك الفيديو، دابا اذا القناه ديالك رفضت بعد ما دفعتي انت واحد دفعتي القناه ديالك مراجعه، يعني اليوتيوب قالت لك اسيدي حاول تحذف واحد الفيديو او شوف شي فيديو راه ماشي ديالك حذفو، وديك الساعه كتعاود تخدم على السوايع. اذا بعد ما في هذه القناه هذه دابا اللي انا يعني غندفع نوريكم الشرح يعني اعاده الطلب مره اخرى، حيدنا انا واحد الفيديوهات اللي كانت نزلتهم من اليوتيوب، اذا ضروري راه يتنقصوا داك السوايع وغتبقى تخدم من الجديد. يعني الفيديو مثلا خدمتي 3000 ساعه، اذا حذفتي داك الفيديو 3000 ساعه كامله مشيت، لان الفيديو ماشي ديالك انت. اذا بعد ما احنا يعني بحال كتعاود من جديد، وضروري خصكم ديروا واحد الفيديو اللي يكون فيه 5 ساعات ولا 4 ساعات يكون ديالك، وديك الساعه تخدم على هذاك الفيديو وحقق 4000 ساعه. اذا بعد ما انت كتوصل ديك 4000 ساعه وعندك 1000، يعني كنقول لكم دابا الطلب الثاني، بعد ما خصك ضروري تحذف الفيديو ياك. بعد ما كتحذفوا الفيديو يعني راه عندكم 1000 مشتري، وهذوك السوايع نقصوا كتعاود تخدم عليهم مره اخرى، كتوصل حتى 4000 ساعه وكتوصل 1000 مشتري. اذا مزيان راه حذفنا الفيديو الطلب الاول صافي ترفض، حنا دابا نعملوا الطلب الثاني. اذا بعد ما حققتي 4000 ساعه جمعتيها و1000 مشترك راه عندك، كدير الطلب الثاني. الطلب الثاني كيف ما غنوريكم دابا في الشرح، طلب يعني ما كيتعداش تقريبا 24 ساعه القناه ديالك كتقبل. الطريقه راه سهله غنوريكم دابا في الشرح، يعني الطريقه راه سهله، يعني عديد من القنوات يعني تواصلوا معايا والحمد لله، يعني تقريبا 100% القنوات رجعت لهم، ولكن حيدنا داك الفيديوهات اللي كان فيهم مشكل وجمعوا 4000 ساعه ودفعنا الطلب مره ثانيه، تقريبا في 24 ساعه كتقبل لك القناه. في هذا الفيديو غنشرح لكم يعني واحد القناه يعني فيها نفس المشكل وانتم غتشوفوا بالدليل. ديك الساعات صافي كندفعوا القناة ديالنا المراجعة، في 24 ساعة كيجيك ميساج كيقول لك اسيدي صافي راك حققت الشروط ديال اليوتيوب، دابا راه غتحقق الأرباح. في هذا الفيديو يعني غنوريكم الطريقة كيفاش، راه الطريقة سهلة. إذا مشيو الشرح نشوفوا واحد القناة كان عندها هذا المشكل ديال رفض القناة، يعني المشكل ديالها في الأول وجمعت 4000 ساعة، ودابا نعملوا إعادة طلب مرة أخرى باش تحقق واحد الأرباح في ديك الفيديوهات ديالها على اليوتيوب. إذا مشيو الشرح ونوريكم شنو هي الخطوة اللي خصنا نعملوا. السلام عليكم، في هذا الفيديو غنشرح لكم طريقة تقديم أو دفع القناة للمراجعة بعد ما ترفضات. إذا بعد ما ترفضات لكم القناة في الأول ما تقبلاتش في اليوتيوب بسبب محتوى مكرر، عاود خدمتوا على السوايع وعاود جمعتوا يعني المشتركين، ودابا المرحلة الثانية اللي غتعملوها هي كتعاودوا ديروا داك الطلب. والطريقة ديال دفع القناة للمراجعة طريقة راجي سهلة. أول شيء كتدخلوا القناة ديالكم على اليوتيوب، هذا هو شعار القناة، كنمشيو لاستوديو اليوتيوب. بعد ما كنمشيو لاستوديو اليوتيوب كندخلوا لوحة البيانات الخاصة بالقناة، هذه هي لوحة البيانات الخاصة بالقناة، ثم كندخلوا كنمشيو للبلاصة فين كاين تحقيق الربح. الطريقة راجي سهلة. إذا لاحظوا معايا الإخوان بالنسبة لهذ القناة، يعني بعد ما خدمات على السوايع في الأول ونزلت شي فيديوهات مثلا من اليوتيوب، خدات شي فيديوهات يعني ليس في الملكية ديالها، يعني تابع شي قناة أخرى ونزلتها في القناة ديالها وخدمات على السوايع وحققت شروط ديال اليوتيوب. إذا كنهضروا في المرحلة الأولى، بعد ما دفعت القناة ديالها المراجعة تفاجأت بأن القناة ديالها ما مقبولاش لأنها نزلت واحد الفيديوهات ليس في الملكية ديالها. مثلا حس بزاف ديال القنوات ما كيكونش عندهم السوايع وكياخذوا شي فيديوهات من اليوتيوب وكينزلوهم في القناة ديالهم وكيبقى يخدموا على ذاك الفيديو باش يطلعوا السوايع باش يوصلوا 4000 ساعة، هذه مسألة باينة. بعد ما كيوصلوا 4000 ساعة و1000 مشترك كيدفعوا القناة ديالهم في المراجعة،
بعد ما كتدفعوا القناه ديالكم للمراجعه كتفاجئوا بان القناه ديالكم ما مقبولاش وما تحقوش واحد الربح، لانكم خالفتوا يعني السياسه ديال اليوتيوب بانكم نزلتوا شي فيديوهات ليس في الملكيه ديالكم. اوكي دابا فاهم شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو داك الساعات ندخلوا القناه ديالكم ونحذفوا شي فيديوهات ما يكونوش ديالنا، ضروري نحذفوا داك الفيديوهات ما يكونوش ديالنا، هذه مساله باينه ضروري باش نعاودوا تاني نخدموا من جديد. اذا بعد ما كنحذفوا الفيديوهات اللي ماشي في الملكيه ديالنا كنبقاو نعاودوا نخدموا على السوايع. بعد ما كنخدموا على السوايع احنا سيدي مثلا بحال هذه القناه هي جمعت هذاك السوايع ديالها المشتركين ما مزيان، خصنا نعاودوا نديروا الطلب مره ثانيه. اذا لاحظوا معايا بعد ما يعني القناه تفضلت صيفطوا لهذا الميساج هذا اللي فيه بان قناه تعيد استخدام محتوى لمستخدم اخر بدون اجراء تغيير تضيف قيمه مهمه عليه. الاجراءات الموصى بها امثله على المحتوى الذي يسمح بتحقيق الربح بلا ما نقرأ هذا الشيء كامل. اذا بعد ما يعني بالنسبه للقناه حذفنا لها واحد الفيديوهات اللي مشي دياولها عاود خدمه على السوايع. اذا وصلنا حنا السوايع المهمين اللي خصنا ندفعوا قناه المراجعه. حنا حققنا الشهور ديال اليوتيوب 4000 ساعه و1000 مشترك ودابا نديروا الطلب الثاني. والطلب الثاني الاخوان ما كيستغرقش تقريبا واحد يعني 24 ساعه او 48 ساعه اما نهار او يومين والقناه ديالكم يعني كتقبل 100%. ولكن خصنا تنحيدوا ديك الفيديوهات اللي فيهم المشكل اللي عندكم انتم راكم عتعرفوهم. اليوتيوب راه تقول لك شي سيدي راه واحد الفيديو ولا كذا ولا كذا، تقول لك كتقول لك راه درتي شي محتوى مكرر، انت اللي عارف القناه ديالك يعني ضروري خصك تحيد واحد الفيديوهات. بعد ما كتحيدوا الفيديو كتعاودوا تخدموا على السوايع. ودائما كنقول لكم حاولوا ديروا فيديوهات ديالكم الاخوان والاخوات، يعني واحد يخرج في شي بلاصه يعني صور في الطبيعه واحد الفيديو ديال 6 سوايع 7 سوايع 10 سوايع ويكون الفيديو ديالو ما يكونش فيديو اخر لقناه اخرى اللي كتكون في اليوتيوب. اذا بعد ما حنا يعني دفعنا القناه يعني جمعنا السوايع دابا نعاودوا الطلب الثاني. ولا الطريقه سهله بعد ما حققنا الشهور ديال اليوتيوب وتعبنا ووصلنا لديك 4000 ساعه. اذا هنا كنديروا اعاده تقديم الطلب. اعاده تقديم الطلب لاحظوا معايا اعاده تقديم الطلب. بعد ما كنعملوا اعاده تقديم الطلب لاحظوا معايا تم ارسال طلبك رجاء اعاده تحميل. ها انت لاحظوا الطلب الذي اعدت تقديمه قيد المراجعه. لقد اعدت تقديم طلب في 17 يناير 2022 سنراجع قناتك وسنرسل اليك رساله الكترونيه تتضمن القرار في غضون شهر. يعني الطلب الذي اعددته تقديمه قيد المراجعه، يعني صافي انا دفعت القناه ديال المراجعه ولكن غالبا ما كياخذ شهر. كيف واحد القناه ايضا وقع لها هذا المشكل تقريبا يعني صايبت ليها القناه وبعد ما ترفضت القناه في الاول صايبت ليها القناه وحققت شروط يوتيوب ودفعت القناه المراجعه تقريبا في ظرف نهار او يومين. لا تعطل تقريبا ليكم تقريبا يقدر يستغرق مثلا سيمانه او يعني 15 يوم بعض القنوات، ولكن 90% كيستغرق تقريبا 48 ساعه او نهار. راه تجيكم واحد الرساله الكترونيه في الها يعني في ال يعني رساله الكترونيه في ال يعني في ال يعني في الجيميل ديالكم بان القناه ديالكم تم قبولها وسوف تحقق الربح في اليوتيوب. وديك الساعات كتجي المرحله الثانيه هي ديال يعني ديال تفعيل الاشارات لتحقيق الربح. اذا الاخوان والاخوات كنتمنى هذا الشرح ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد في المحتوى اللي كنشروه على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.